أفيدوني، أنا شاب عمري 21 عام، وإن في نفسي مصيبة كثيرة ما تردد علي أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي، وإن كلما ذكرت استغفرت وبكيت، ولكن مع الأسف مستمرة فيا وأنا لم أفعلها، فما تفيدونني برأيكم بأنني لم أستغني عن الله؟ هذا خير إن شاء الله. لا ما دمت إذا ذكرت ذلك الشيء يطلب منكم الدعاء، إن عافية إلى التوبة والاستغفار فأنت على خير إن شاء الله. يلزم هذا الخلق، وكما ذكرت ما يدعوك إلى الفاحشة تبت إلى الله واستغفرت، هذا من نعم الله عليك. تستقم على هذا، تب إلى الله دائما واستغفر الله واسأله التوبة واسأله العصمة والعافية.